جسم رياضي انت. لا صبا شنو؟ لا صبا ماكش رياضي؟ لا لا تدخن. شنو تدخن؟ تتكيف دخانة؟ اي مش برش. في النهار دخان. في النهار 8 سواجر 10 سواجر ما نكملهمش. ربي يرتحك منه. عندك اشياء اخرى؟ دخان زيت زطل ها؟ مخدرات. مخدرات اكثر حاجه لحد الان وانا كيف من 2008. من 2008 الى حد الان كيف زطل. قديش عمرك من 2008 وقتها؟ 2008 قديش عمرك؟ ما نذكرش بالضبط، اما من 2008 2009 نكيف الزطله الى حد الان معنا. يوميا 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 نكيف 10 12 سيجاره 9 سواجر 10 12 سيجاره. اي وصلت نكيف في 16 17 سيجار كل يوم باش نستوعب معناها الوضع اللي عايش فيه انا معناها سواء مع دارنا ولا مع عباد اخرين. مش حل والله مش حل زياد. هذاك الاسباب اللي خلاني نبعد على مرتي معناها. زياد ماهوش حل، هذا موضوع تنحكيو فيه، موضوع الزطلة ماهوش حل. ما نكيفش نعمل مشاكل البر، نعمل مشاكل في الدار. باقي ماهوش حل، خاطر كي تتعالج تولي تهفت، هي شنو هي المونك هذاك؟ فهمني صاحبي؟ لازم تتعالج، تعمل كير وحدك تاع شهر شهرين تبعد عن الناس. لا 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 ما نجمش. لا تنجم. ولا ما نرجمش. والله تنجم. والله العظيم والله للرجم. أقوى منك ونجم. والله أقوى مني رجم وأنا والله للرجم. والله تنجم. ان شاء الله. ايه قول ان شاء الله. ان شاء الله. انت الساعة قول انا ابدا معناتها معناتها اعزم. صدقني حياتك لما تولي تشوفها بالالوان تو ذبابة. على الاخر. صحيت. صدقني لو كان تعزم وتقول تقرر انا توا خاطر زيادة ذي اللي عمره 15 سنة يمشي في 60 كيلومتر بدن بتاع سبورتيف. لو حد عليك بدنك شناقصك انت حتى سمايل وجهك، وجهك بتاع انسان فهمني ولا في فورمه وناشط وفايق لها الدنيا. ما يلزمكش تغيب يا زياد. يا ودي احنا فايقين وان شاء الله نسلكوا. ان شاء الله نسلكوا خويا وجايك سمح. وجهك سمح ومحلاك ومحلى سمايلك ومحلى محلاك بكلك يا سيدي. عايش. واليوم هذه يا خويا اسمع راه والله والله. وتجيب لنا صغيرات خويا يشبهونك بقوس انت خويا فهمتني؟ وتربيهم يتربيهم في عزك وتهز ولدك يكور وتهز ولدك للروضه وتهز بنتك للروضه فهمتني؟ ولا ويمشي مع ابوه للحمام فهمتني؟ وتنصح وتقعد معاه ما زالت الحياه خويا يزب... معناتها اللي عشته انت ما يلزموش يعيشوه ولادك. قررت خممت شي نهار باش تتعالج؟ خممت برشا مرات وما نجمتش. ما نجمتش. مشيت؟ ما مشيتش انا هكا وحدي ما نجمش. نفسر لك خاطر هي راهي قبل ما نرقد لازمني نكيف ثلاثة سوار أربعة سوار زاد باش نرقد. انت قاعد تموت كل يوم. انا من البارح 8 متاع الليل توا ما رقدتش خاطرني ما كيفتش بالحق. عرفت كيفاش؟ والله لا خويا لا خويا سمي بسم الله توكل على ربي فهمني. تعرفش تعمل الزطله والمخدرات؟ انت تجي باش تحل الباب تقول باش نمشي نتعالج وتسمع في واحد وراك الزطله هذيك تعيط لك. نرجع نسكر الباب. ها؟ نرجع نسكر الباب ما نخرجش. مخدرات انت تجي تخرج نعطيك. انت تجي تخرج انا راني درست الموضوع هذا. تجي خارج تقول ستوب وفاه حياه جديده. اوكي؟ يعيط لك واحد من تالي اللي هو المخدرات يقول لك اه وين ماشي؟ وبرا تعالجت وراسك نهار اخر ومعتك وستريس كيفاش تعديها الحياه؟ انت تنفضوا هكا يعرضوك لقدام الزطله والمخدرات قدامك قدامك يعرضك هاي نهزوك تتعالج ويمشيوا معاك الزطله والمخدرات هو اللي يهزينك هاي نتعالجوا بابا هاي هاي نتعالجوا توصل قدام الواحد باش تتعالج يقول لك تو قبل ما تتعالج انت علاش ما تعملش سيجارو؟ يا تيتا بالحق اي انا راني نحكي في حاجه نعرفها.